قال أنه ما يتبقى يؤسسه الشعراء. سنستقبل شاعرنا أيمن حسن. أيمن حسن حسن جدا. مرحبا بك خويا أيمن. وبيك عايشك. يعني ظهر لي يعني اللتام تاعك انا حالتك سينمائيه هنا شويه والله شويه يعني. حاله سينمائيه بويسك تونس كلها تعيش على واقع السينما طبعا. ومازلت معلق يعني النجمه الحمراء. لا هذيك نجمه شنو هذيك نجمه الساحلي شي جيفارا. اي الساحلي على عيني وراسي طبعا. اي النجمه الحمراء نتاع الثوره اللي نحلموا بها اللي هي لازم تتوصل. انت تحلم يا اخويا انا يزيني من الاحلام. نحب الفيق انا تفضل. والله اسمع الاحلام ساعات تولي كوابيس يعني. نعم. جينا تهديدات احيانا ناس الشم. واش عندك يا ولدي؟ والله جاني تليفون قالوا لي باش نعملوا لك ونديروا لك وما ادري شنو يعني. ما هو لانك انت يعني تتجرأ. يحبوا نحل المشاكل. استوديو 14 راهو استوديو 14 من ياتينا ان شاء الله ربي معاه وكهو ونحن معاه الحقيقه. اما لكن ان شاء الله الامور جيده في تونس. لاباس لاباس لاباس. عندنا ثلاثه مواضيع باش نحكي فيهم في الحلقه هذه. نعم. عملنا زوز روبورتاجات، واحد في سوسه واحد على صفاقس. يعني من سوسه وصفاقس واحد على تونس. ايام قطر باش نقولوا اللي تونس متعدده. تونس سوسه صفاقس. اي مزي اهبط لنا المره الجايه راس باش نعرفوا راهو. اسمع نحب نقول باش نبداو بالموضوع نتاع تونس. نعم. وصلتنا اصدارات نتاع الدار نقوش عربيه ليزيديسيون اغابيسك لصديقنا وحبيبنا سي منصف الشابي. كتاب من النوع الجميل. سلم عليه يا اخويا يستحق رجل مناضل في النشر الحقيقه. ايوه. من ذاكره ايام قرطاج السينمائيه. العنوان بالفرنسيه جي سي سي ميموار فيرتيل. واضح. لصديقنا العزيز الناقد السينمائي خميس الخياطي. خميس يا اخويا. أيوة. خموس الغالي. وي في الحقيقة الكتاب هذا ممتع. أنا البارح بركة وصلني لكني التهمته لأنه فيه بطبيعة إيكونوغرافيا أو أيقونوغرافيا يعني صور وشهادات لسينمائيين لناقدين لفنانين اللي يحكيوا على علاقتهم بأيام قرطاج السينمائية. واللي عز في قلبي بالحق حقا اللي حب معناتها حسيت به اللي فما اعتراف كبير لإرث بونا الكبير المرحوم الطاهر شريعة من جهة، وكذلك هذا الكتاب مهدى إلى روح زوز من الناس عزاز على قلوبنا اللي هما السينمائية كلثوم برناس وخونا مروان المدب اللي توفى في الصائفة هذه. وثم يعني سينمائي كبير تونسي عدنان الحقيقة. عدنان خو مروان ربي يطول في عمره سامحوني. عدنان المدب اللي توفى يوم 24. الله يرحمه عدنان المدب هو من حمام الغزاز. هذا الكتاب جميل جدا وندعوكم الكل لقراءته لأنه كل مكتبة تونسية كل عائلة تونسية لازم يكون عندها الكتاب هذا باش تعرف ركن مهم من أركان الثقافة التونسية المعاصرة. نعم. ونذكر ايضا فما احد السينمائيين التونسيين الكبار احد المثقفين الكبار ايضا وهو كان زميل وشريك للطاهر الشريعة هو حمادي الصيد. سي حمادي الصيد. الله يرحمه. نعم. هو الاخر. على كل حال يبدو انه هذه الدوره يعني ما لها تشهد يعني سنواتها الخمسين تو 50 عام منذ جت الفكرة الجديدة هذه لدى يعني الجيل الخلاق في ذلك الوقت. نعم. التوانسة وعملوا وكانت عندهم فكرة. لا والفكرة سامحني تفضل تفضل الان ما عادش فما فكرة. ايش معنى ما عادش فما فكره؟ عملوا فكره للجنوب هم سينما الجنوب وسينما الذي يجرب واللي يفتح افاق جديده، الان يعني الدوره هذه ماشيه وتفقد معناها وتفقد مبرر وجودها. هو في الحقيقه يا حسن ما نجموش نقولوا اللي ايام قرطاج السينمائيه ولا المهرجانات هذه كانت توجد بلا من جهه فكره طاهر شريعه واصدقائه ودوله كامله وزاره الثقافه تخدم بجدية وبكل قوة وبكل يعني تدعم الأفكار هذه. نعم. راهو في العالم اليوم فما مهرجانات عالمية للسينما موجودة يعني بطبيعة ما نحكيوش على الكبار كان وفينيز وبرلين. فما العديد من المهرجانات اللي قاعدة تاخذ صيت بطبيعة فما وراها سبونسورين كبير وراها رؤوس أموال لكن الفكرة الجميلة اللي تتسم بها أيام قرطاج السينمائية هي فكرة العالم الثالث ما بين ظفرين أو الدول النامية بدون ما بين ظفرين كذلك اللي تحاول باش ما عندهاش الامكانيات نتاع هوليوود ونتاع حتى بوليوود ونتاع الشركات الكبار تحاول تقدم عمل سينمائي واعمال سينمائيه افريقيه امريكيه لاتينيه اسيويه عربيه. يعني هذيك هي البدعه. يعني كما احنا نجم نقول مثلا انا ساشارك بعد اسبوعين في فرنسا في صالون ادبي اسمه لوتخو ليفغ الكتاب الاخر وهو لاصحاب دور النشر الصغيره والمتوسطه التي لا تخضع
للقوة الكبرى للشركات التوزيع اللي تلقى كتبها في كل مكان. يعني مجموعة من تقريبا 100 ناشر شيكون عندهم 4 أيام يجيبوا مبدعين شعراء كذا، وأنا عندي كتابين سيقع تقديمها وتنحكوا عليهم ربما. هذا فيما يخص كتب. أي شو حضرتك؟